تقول: عند زيارتي لبيت جدي أرى أنهم يعلقون حجرا على الحائط ظنا منهم أنه يمنع الحسد، ويسمى لدينا سبع عيون، ولقد أوضحت لجدتي أن هذا شرك بالله، وأنه يجب أن يكون التوكل على الله وحده ولا نستعين بغيره، إلا أنها لم تأخذ بنصيحتي، وبعد فترة وبدون علم منها أخذته وحطمته. وهي تقول: عند زيارتي لبيت جدي أرى أنهم يعلقون حجرا على الحائط ظنا منهم أنه يمنع الحسد، ويسمى لدينا سبع عيون، ولقد أوضحت لجدتي أن هذا شرك بالله، وأنه يجب أن يكون التوكل على الله وحده ولا نستعين بغيره، إلا أنها لم تأخذ بنصيحتي، وبعد فترة وبدون علم منها أخذته وحطمته، وهي حتى الآن لا تعلم من أخذه، فهل علي إثم في عدم إخبارها بأني أنا فعلت ذلك، مع علمي بأنها ستغضب علي لو قلت لها أنا فعلت ذلك؟ هل علي أجر؟ هل لي أجر فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. قد أحسنت في هذا وجزاك الله خيرا، ولا تخبريها، لا تخبريها، وقد أحسنت في نصيحتها والحمد لله، قد أحسنتها ونصحتها، ولا حاجة إلى إخبارها من الأزالة. وهو يشبه التنيمة لتعلق على الأولاد أو غير الأولاد من باب الشرك الأصغر، لأن يعتقد أن في الحجر هذا أنه ينفع عنهم العين أو الحسد، هذا شيء لا أصل له، بل هو من جنس تعليق التمام على الأولاد من حروز أنها تنفع العين أو تنفع الجن، وهذا من الشرك الأصغر ومن المنكر، فهذا يشبهه، فقد أحسنت في إزالته. أما لو اعتقد أن هذا الحجر وهذه التميمة تصرف في ثوب في خير إذن الله أنها تنفع وتضر، يكون شرك أكبر. لكن في الغالب على الناس أنهم يقصدون أنها سبب سبب منع العين أو منع الحسد، وهذا باطل لا أصل له، لا في التميمة التي تعلق على الأولاد أو غيرهم، ولا في الحجر الذي يعلق على باب أو جدار. نسأل الله السلامة. نعم، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.